الذي يطعن في أمهات المؤمنين. روزيان منوبا نمنا راشا يوقفنا محمد صلى الله عليه وسلم يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. منوبا يسروا أني بنتمنا عائشة رضي الله عنها بعد أن برأها الله سبحانه وتعالى في القرآن. ريف عافي نجوف من الله سبحانه وتعالى كثير كيس كونات هذا يكفر كفر أكبر. إذن تيا ولا زين فوق كثير كا أنا تفهم الإسلام. الذي يطعن في أمهات المؤمنين هو في الحقيقة قد طعن في الله. زاوي يقول لنا كراي زاوي ننوبا نانو سينسين نانو نبانا يوفان نبانا محمد صلى الله عليه وسلم ديا تكمي سي يا تشاو سيكا توزان نو من سيكا مزرونا من كيتا كاميرا مزرونا وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام عبيرو زيا ننوبا سي منبانا تيرا كوان بابنا محمد صلى الله عليه وسلم وطعن في الدين الإسلام ناوي منوبا انزانفونا إسلام إزان وطعن في الصحابة أعلم أنك قوي رجالتين فمنان محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفضل النساء زانيس فوسيب لا نيتم يا الله سبحانه وتعالى ستفيدي وان فمنان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل في باب زفار أنصار مصفدين وفاد فمنان محمد صلى الله عليه وسلم نعم.